من ولاية كولورادو عبر خدمة سكايب ينضم إلينا إبراهيم إدريس سليمان، باحث وكاتب في شؤون القرن الإفريقي ومدير دار أدال لدراسات والثقافة والنشر. سيدي أهلا مرحبا بك. بداية، آخر الأخبار ربما تشير إلى تراجع قوات أبي أحمد على الأرض، وبالتالي هل من جديد في معلوماتكم وربما انعكاس هذه الأنباء على مجريات الأحداث في على الأرض؟ أستاذ سهام، على غرار نظرية الفوضى الخلاقة تعيش منطقة القرن الأفريقي تحديدا إثيوبيا والمناطق التي ذكرتيها الثلاثة حالة من الفوضى العسكرية الخلاقة أيضا، بمعنى أنه شظل الحرب وتمددها أصبح لا يطاق وأصبح غير في يعني مرمى التحكم. عليه الكر والفر بين الحكومة المركزية وبين الجبهة الشعبية التي تتبع مسار حرب تحرير الشعبية، اللي هي توسيع دوائر المناطق للمعارك وتشديد مجهود القوى المركزية. أظن أنه حالة التمدد بدأت يتم فيها بعض التوازنات الجديدة بعد معارك العفر وإقليم العفر. ثبت أن هناك مقاومة جديدة مدعومة من جماهير والحركة الشعبية في منطقة العفر، وهذه منطقة يعني مهم الالتفاف حولها لأنها عندها طبيعة استراتيجية جيوبوليتيكية مهمة لكل القوى المتصارعة الآن. عليه العالم ينظر لهذه المنطقة بشكل من الهلع، بأن هذه المعارك ستقودنا إلى معارك تمتد، وتقريركم الأخير عن ما يحدث في منطقة الفشقة هو تأكيد على ذلك الموقف. لماذا لم يظهر أبي أحمد مجددا منذ آخر تصريح له؟ هل هناك قلق بشأن هذا الموضوع كذلك؟ لا، ما أظن. وأبي أحمد حاول يرسل رسالتين. الرسالة الأولى لجماهيره أنه إحنا هنعمل على وحدة إثيوبيا وأدعو كل القوميات المشاركة معي، لأنه أنا حكون كأنه البطل القومي الجديد. النقطة الثانية اللي أبداها أحمد في اليومين السابقين الإعلان أنه هو موجود في إطار المعارك العسكرية. ما أظن النهاردة أو بكرة أو في القريب العاجل مهم جدا أنه يظهر هو، لأنه هو اللي ظهر. فالرسالة وضحت بأنه أنا في معركة يعني مستمرة وسنصل فيها إلى آخر حد. طيب، كيف تنظر إلى شكل تفاعل المجتمع الدولي سيما الولايات المتحدة الأمريكية مع كل هذه الأحداث وتطورات على الأرض؟ يؤسفني ذلك التخبط الذي تسير فيه مسارات الدول الأجنبية. من تارة تدعو لأن الاتحاد الأفريقي يلعب دور، ومن تارة أخرى يظهرون بموقف جديد. هذه المواقف المتذبذبة يعني أشاعت نوع من الإحباط بأن المجتمع الدولي غير قادر في أنه يأخذ زمام الأمور ويقيف مواقف عملية. إن تكاتفت هذه الجهود نحو دعم أبو سانجو والاتحاد الأفريقي، حيث هناك قبول من الدولة المركزية واللي هي العنصر الأساسي في قبول أي مفاوضات، أنا أقترح أنه أرى أنه هذا هو المسار المفروض تسري عليه المجهود الدولي. أما تارة نسمع دور لكينيا ودور لدول أوروبية أو دولة أمريكية وملفات متباعدة، هذا يشتت المجهود الدولي تجاه القضية الأساسية. التحالف السياسي للجبهات الإثيوبية الذي تم الإعلان عنه مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف سيكون شكل تأثيره ربما كذلك على مجريات الأمور والمستجدات هناك في إثيوبيا؟ على الواقع التحالف الحقيقي هو تحالف الجبهه الشعبيه لتحرير الجبهه الشعبيه لتيغراي مع الاورومو. هذا هو على المستوى العملي. على المستوى الخارجي ويقود هذا السفير برهاني جبري خريستوس، وهو سفير وزير خارجيه سابق للجبهه الشعبيه في الحكومه السابقه او الحكومات المراحل السابقه، حاول يجمع رموز غير تاريخية وغير مشهود لها بالدور وسط الإثيوبيين. لكن المسار هو أنه نوجد خطاب سياسي دولي ودعم من خلال تحالف يقنع المجتمع الدولي بأن هناك يعني كم من التحالفات. لكن التحالف الحقيقي واللي يعني اللي يفهمه اللي يفهم المنطقة هو تحالف بين الجبهة الشعبية
وبين الأوروبو. في آخر نقطة ربما أسألك عن الوضع الإنساني هناك، خاصة في قليم النزاع والتي تشهد حربا حتى هذه اللحظة. باختصار مأساوية، مأساوية، لأنه كل هذه المنطقة التي تم فيها الحروب الأخيرة، تحديدا في منطقة شمال شوة ومن معركة دسي إلى هذه المعارك الأخيرة اللي يقال عنها على أتون مشارف منطقة دبر برهان، هي مناطق معزولة من الجيش العسكري. هذه مناطق فلاحين يزرعون فقط أراضيهم. أن تخش هذه القوة العسكرية بهذا الحجم فهذا دمار إنساني، ويعني تفتيت للبنية التاريخية للمجتمع الإثيوبي وتحديدا قطاعات الفلاحين. فعليه، هناك مأساة في منطقة العفر، هناك مأساة في منطقة سمين شوة أو شمال شوة، وكما أيضا هناك مأساة في مناطق أقليم تيغراي. هذه المناطق الثلاثة تعيش حقيقة مأساة إنسانية. كل الشكر لك من ولاية كولورادو عبر خدمة سكايب إبراهيم إدريس سليمان، باحث وكاتب في شؤون القرن الإفريقي ومدير دار أدال للدراسات والثقافة والنشر. شكرا لك سيدي.